السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله صباحكم بكل خير. هذا مسقى ملكي فاخر، دقة عود ماروكي محسن، أضفنا عليه مادة عطرية خاصة بالمسقى والمسوس. طبعا نكهة جدا جميلة وجمال على جمال. بعد ما تخلص الكسرة أو المادة العطرية راح يتحول إلى نكهة الماروكي، فراح تشم ريحة الماروكي، يعني بدايتها عطرية ونهايتها نهاية عود ماروكي. فما شاء الله تبارك الله، المنتج جدا فاخر وطيب. حنا نبيع الأوقية ب75 وثلاث أوقيات ب150. طبعا هذه علبة الثلاث أوقيات، بقيتها في ثلاث علب ما عندنا مشكلة، كل علبة أوقية، أو بقيتها بعلبة واحدة على حسب ما، لكن حنا راح ننزلها بثلاث أوقيات في علبة واحدة.